اهلا بحضراتكم مره تانية وملف من ملفات الحقيقه المبشره انه احنا لو ركزنا هننجح. يمكن كان عشان الرئيس مركز في ده بالذات، الحاجات اللي بيركز فيها يعني الرئيس يمكن بتتحرك اسرع. طب ايه اللي ليه نجحنا في فيروس سي، وليه ما نطبقش ونعمم هذه التجربه ان احنا نقدر نعمل انجاز كبير في ده؟ الحقيقه انا النهارده يسعدني يكون معايا واحد من خبرائنا وعلمائنا في مجال الكبد، الدكتور جمال شيحه. هو عضو لجنه الفيروسات ورئيس مؤسسه الكبد المصريه وايضا رئيس لجنه التعليم بالبرلمان المصري. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا دكتور جمال، منورنا. الله يخليك. انا الاول عايز اسالك كنائب، شفت التقارير اللي زعلانه؟ يعني لو تسمح لي قبل ما نتكلم عن فيروس سي، انا يعني ايه متالم جدا من الموضوع بتاع المنيا بتاع بني سويف او بني سويف. الفلاحين الفلاحين اللي عندهم الارض ما فيش فيها ميه. انا اتمنى انه بكره الصبح اسمع ان محافظ هذا الاقليم، محافظ بني سويف ووزير الزراعه ووزير الري قعدوا مع بعض وحلوا المشكله دي في 24 ساعه، لانه كميه البؤس وكميه الياس والغضب اللي موجوده في التقرير لابد ان يلتقطها اي طبعًا. سياسي وما ينامش الا ما يحل المشكله دي. والله بشكرك يا دكتور جمال، واحنا خلينا نتابع محمود المحافظه واذا كان المحافظ راح للناس دي ولا لا، وبرده مشكلات الصناعات العسل والفخار. يعني ان شاء الله نتابع مع الناس عشان ما نسيبش المشاكل، مش نعرضها بس، نعرضها ونتابع لحد ما نكمل ان شاء الله حلها. دكتور جمال، الحقيقه انا كنت جايبك نفسي انبسط النهارده ان شاء الله، يعني ايه؟ لانه ده انجاز، يعني الحقيقه حصل انجاز كبير، وزاره الصحه وانجاز حكومي، بس هم حتى مش عارفين يسوقوه بصراحه. خلينا نجاوب على السؤال بتاع حضرتك، ليه نجحنا؟ نجحنا في ملف فيروس سي لاننا رقم واحد اعترفنا ان عندنا مشكله كبيره. في حكومات متعددة قبل كده وبالذات قبل 2011 ما كانوش بيعترفوا قوي ان في مشكلة عشان ما يتصدوش لحلها، وما كانوش بيعتقدوا ان العلاج حق للناس الغلابة، فبيتجنبوا ملف فيقول لك يتعالجوا زي ما كانوا بيتعالجوا. كان ده المنطق قبل 2011 في معظم الحالات. لكن رقم واحد انك تعترف ان في مشكلة ومشكلة كبيرة. رقم اتنين الاسلوب العلمي. يعني حجم المشكلة قد ايه؟ لا، المشكلة عندنا ملايين الناس مصابة بهذا الفيروس. السؤال رقم اتنين، هل في علاج متوفر؟ لحسن الحظ من سنتين ثلاثة أصبح في علاج متوفر في العالم، مشكلته أنه غالي جدا، اللي هو السوفالدي. السوفالدي وعائلة السوفالدي وأجيال من السوفالدي، دلوقتي فيه أكتر من جيل من السوفالدي. نعم. يعني وبرضو قصة نجاح أن كل هذه الأدوية الجديدة موجودة في مصر بفضل الله، وموجودة بأسعار خيالية بالنسبة للسعر العالمي. طب حضرتك قلت العلم، العلم بس العلم توفرت معه المره دي الاراده، ان احنا اردنا ان ننهي هذا الملف. بالظبط. بالظبط. لما في مشكله اديها للمتخصص. دي سر نجاح اخر. اعترفت بالمشكله، تسال مين المتخصص. ولذلك الدوله ووزاره الصحه عملت لجنه قوميه للفيروسات الكبديه. تمام. فيها مجموعه من كبار العلماء المتخصصين في المجال. هم دول اللي حطوا خطة قومية للبلد للعلاج وللوقاية. طيب دول اللي تفاوضوا مع الشركات العالمية الأدوية، لأن هم علماء متخصصين، احنا تفاوضنا على الأدوية دي قبل أن تعتمد دوليا. وهي لسه في مجال التجربة. تمام. ده لما تدي للمتخصص. لو كنت اديتها للموظف كان بقى استنى بقى والإجراءات لما بقى في دواء بيتباع في السوق وبعدين يسأل عليه وبعدين يتفاوض، يكون فات الميعاد يجي لك الدواء هنا بعدها باربع خمس سنين. صحيح. لكن لان احنا عارفين هذه التجارب الدولية واشتركنا فيها مع امريكا وكل دول العالم قبل ان تعتمد الادوية. فيوم ما نزل في امريكا تاني يوم كان في القاهرة. كان في القاهرة. طيب السعر، لانه برضو هؤلاء علماء متخصصين عارفين انه المؤسسات الدولية الكبرى للأدوية عندها برنامج اجتماعي.
في ناس كتير ما تاخدش بالها من الاعلام يقول لك مافيا الادويه مافيا يس في يعني مافيا لكن في شركات كبيره عندها لكن الحقيقه والواقع ان هذه الشركات العملاقه جدا لديها برامج اجتماعيه منها مثلا ما تم مع جنوب افريقيا النموذج اللي تم في جنوب افريقيا مع الايدز في التسعينات في اواخر التسعينات ذهب نيلسون مانديلا الى الشركه المنتجه لادويه الايدز وقال لهم انا عندي وباء وانتوا بتبيعوا الكورس في السنه ب 12000 دولار انا ما عنديش فلوس هم عندهم برنامج اجتماعي قالوا له احنا عندنا برنامج اجتماعي دوله او اكثر من اللي عندها وباء بنديها لها بسعر الشحن فال 12000 دولار بقوا كام 100 دولار لجنوب افريقيا بس لان احنا استثمرنا ده لان هذه المجموعه من المتخصصين فاهمين يعلمون هذه القصه وبالصدفه انها نفس الشركه المنتجه للسوفالدي هي التي تنتج ادويه الايدز فطلبنا تكرار النموذج لكي يتكرر النموذج لابد ان تعترف ان عندك وباء المينتاليتي والعقليه الحكوميه اللي كانت قبل 2011 كانت رافضه تقول لك احنا ما عندناش وباء ولا حاجه احنا زينا زي اي دوله في العالم ما كانتش تجيب الايه النجاح ما كانتش تجيب ف تفاوضنا وخدنا العلبه اللي في امريكا ب 30000 دولار مصر خدتها ب 300 دولار الحمد لله و من خلال هذا البرنامج الاجتماعي برنامج اجتماعي مقنن في هذه الشركه لا يخص مصر ولا يخص العالم لكن كرساله يعني ان هم النجاح ان انت دخلت مبكرا جدا وتفاوضت ان انت الدوله اللي عندك وباء فخدت هذه الاولويه النهارده الدوله المصريه والحكومه المصريه والحكومات المتعاقبه نجحت ان ال 300 دولار دي كمان اللي هي كانت تعادل مثلا كام جنيه 3000 جنيه مثلا لا النهارده وزاره الصحه بتاخد الشهر ب 450 جنيه فانت قدرت توفر احدث ادويه في العالم باسعار في متناول الناس وفي متناول الدولة انها تعالج عشرات الالاف ومئات الالاف من الناس في 2015 مصر عالجت حوالي 300000 واحد العالم كله عالج 280000 واحد فانت قد العالم كله المنظمة الصحة العالمية بتذكر ذلك قصة نجاح بيشيدوا بالإشادة دولية كبرى ما الواحد مبسوط عشان كده لا ومش أنا برضو الإشادة الدولية أنا سعيد بها لكن اللي أنا سعيد بيه أكتر السعادة فرحة الناس عشرات الألاف مئات الألاف دلوقتي تعالجهم واللي ما تعالجش عارف إن العلاج متوفر في 60 مكان تبع الدولة وإحنا مؤسسة أهلية غير حكومية بنعالج ألاف الناس انت في تقرير لحضرتك جابه لنا الفيديو ده اللي يا ريت يعني فرحه الناس برضو بعد العلاج وكده هنشوف الناس ازاي بعد ما ربنا كتب لها الشفاء يعني بتقول ايه وسعيده ازاي في التقرير اللي جاي عرفنا هنا طبعا بفقره العثمانيه عن طريق الحمله اللي كانت معموله اللي هي برنامج قريه خاليه من الفيروس وطلع عندنا نسبه فيروس طلبوا منا بي سي ار فروحنا عملنا بي سي ار وقال لك في ثبتت النسبه عندي ان في نسبه فيروس عندي حوالي من 4.5 مليون فبعد 21 يوم من العلاج عملنا بي سي ار طلعت نتيجة البي سي ار نيجاتيف بعد 21 يوم من العلاج طبعا فرحة فوق الوصف يعني الانسان لما يكون مكتئب وفجأة كده تبص تلاقي بصيص امل قدامك فطبعا كان حاجة جميلة جدا 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 يعني صراحة
بعد الحمله اللي حصلت والطويه اللي حصلت، كان دوت شيء اساسي بالنسبه لنا التطهير، وكل واحد لازم يكون طبعا معاه موسه، ولازم يكون معاه فرشته، ولازم يكون كل شيء كامل عدته معاه. طبعا واحد جاي بدون عده ده بالنسبه لي ما بحلقوش، عشان خاطر طبعا مش ليه هو، عشان خاطر الناس اللي بعده كمان، عشان لو حلقت له العده طبعا العده ديت بتنقل الفيروس منه ومن غيره، فطبعا لو حلقت له طبعا بتنقل لغيره وغيره وغيره، بتنتشر في البلد اكتر ما هي منتشره كمان. الحمد لله والشكر لله، من نهار ما خدنا العلاج واحنا جبت خمس جرعه، فاضل لي جرعه واحده السته، فالحمد لله. الحمره دي كانت من نصيبي، كنت ابيعها واجيب بيها علاج، فالحمد لله ربنا يخلي لنا الدكتور جمال شيحه. جبنا العلاج، خدنا جرعتين والحمد لله فارس راح من عننا، وكنا مبسوطين الحمد لله يعني جدا، والبركه في الدكتور جمال شيحه والفرقه الطبيه اللي معانا كلها. بدات بتبني الفكره ان احنا ننزل لقريه، وبعد القريه بنحدد الاعداد المصابه فيها من خلال الفحص المبدئي للقريه، وبنحدد الاعداد المصابه فعلا بالفيروس من خلال مراحل المشروع اللي بحوالي 7 مراحل، تشمل محطه الفحص المبدئي، ثم محطه التحليل التاكيدي، ثم استكمال الفحوصات والعلاج، ثم بعدها بدايه العلاج والمتابعه خلال فتره العلاج. بيصاحب هذه المراحل مرحلة اللي هي التوعية من الإصابة من الفيروس وكيفية الوقاية منه. طبعا الحملة نزلت عندنا فقسموا البلد لمربعات، وبدأ كل مربع يحلل في يوم، فأنا كنت من ضمن الناس اللي حللت، فاكتشفت ان عندي فيروس سي، فقلت طالما العلاج موجود فخلاص ما فيش مشكلة. دلوقتي انا في الجرعة الخامسة صرفناها النهاردة والعلاج أول. وطبعا احنا بنشكر كل الشكر وكل التقدير والامتنان والاحترام للعالم الجليل الاستاذ الدكتور جمال شيحه. انا اول ما عرفت ان انا عندي الفيروس طبعا حاله اكتئاب، يعني هيبقى مفيش علاج، فالحمد لله ربك يعني زي ما يكون دلنا كده طاقه نور الدكتور جمال، لقينا في علاج ادانا امل في علاج للفيروس. في علاج للفيروس، روحنا تعالجنا طبعا والحمد لله العلاج مجانا، وامل كبير، والروحيه خلاص اتغيرت على الاول الحمد لله تمام. انا اول ما حسيت بالفيروس عندي بقيت حزينه وزعلانه بجد، وبقيت قلقانه وما بقاش جاي لي نوم، وساعه ما ربنا اكرمنا نشكر الدكتور جمال. والله حاجه عظيمه دكتور جمال، ربنا يكرمك. الحمد لله. الحمد لله. الدوله طبعا زي ما قلت لحضرتك في حوالي 50 60 مركز في كل المحافظات، والتامين الصحي بيعالج. احنا لنا فروع في 20 فرع في محافظات متعدده، غير المستشفى الرئيسيه في فرع في مدينه المنصوره، في فرع في اسوان، في فرع في الزقازيق، في فرع في فاقوس. ما شاء الله، وده كفايه فرحه الناس بالحكايه دي. الكلمه المشتركه بين كل الناس دي على تعدد العمر والثقافة كلمة الفرحة والأمل وبصيص الأمل. بعد الفاصل هسألك احنا خلصنا قد ايه وفضل لنا قد ايه ونعمل ازاي عشان نقاوم بقى اللي جاي بإذن الله. بس بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مره تانية. وقصه نجاح على مستوى كبير جدا، سواء على مستوى الحقيقه الدوله او على مستوى المنظمات غير الحكوميه والهيئات المدنيه. ادي منظمات غير الحكوميه اللي بتنفع الناس وتمكث في الارض، يعني مش اللي بيتخانقوا معانا. دكتور جمال، دلوقتي احنا تقريبا عالجنا قد ايه وفاضل لنا قد ايه؟ اتعالج في 2014، لان الدواء متوفر يعني من اخر 2013 2014، الدواء الرخيص اللي هو فيري افكتيف، حوالي 150,000. 2015 حوالي 300,000. اتوقع انه في نهايه السنه دي نكون عالجنا حوالي 500,000 كمان. فانت بتتكلم في 700,000 800,000 اللي عارفين ان عندهم فيروس، حوالي 1,200,000. ف
ان شاء الله اللي عارفينه ومدركين اللي عارفين الرقم بقى ما حدش يعني بيبقى عنده فيروس وما هوش عارف لانه ملوش اعراض, ده ما يبانش الا لو اتعمل فحص شامل او واحد راح يحلل بالصدفه او حاجه. لكن المليون ومتين الف اللي عارفين اتوقع نص 2017 هيبقوا كلهم تقريبا وصلوا للعلاج, وده انجاز طبعا غير عادي الحمد لله. هيبقى كل من يعلم ان عنده فيروس تقريبا اتعالج. صندوق تحمص هو اللي كان بي لا خالص مش عندكم لا. لا عندنا لا. خالص بتاتا البتة خالص ملوش دور معانا. بتوفروا ازاي؟ لا احنا جمعيه بقالها 21 سنه بتشتغل في مجال الكبد, ما احناش جمعيه جديده, والناس بتتبرع لنا ان عارفه ان احنا بنوصل الحاجات دي لل احنا كنا نتمنى ان صندوق تحيا مصر يساعدنا, لكن هو راح ادى الفلوس لوزاره الصحه ما ادهاش لجمعيات اهليه. والانجاز طب وزاره الصحه انجزت بهذه طبعا طبعا وزاره الصحه المصريه عامله انجاز تاريخي وعالمي. انك تقدر تعالج في سنتين ونص حوالي 700-800 الف واحد من مرض زي ده, ده نجاح كبير جدا. طبعا مطلوب مزيد من الجهد, مطلوب مزيد من المراكز, مطلوب مزيد من العمل, لكن اللي معمول انجاز ضخم طب جدا. طب الناس تعرف ازاي بقى اللي هم انت حضرتك بتقول ما بيعرفوش؟ هو المرض ده للاسف ملوش اعراض. فالانسان يعرف لما يروح يحلل, مسافر بره, متقدم لوظيفه, بيعمل عملية جراحية, فلما يحلل يعرف بالصدفة. أتوقع أن احنا في نهاية 2017 المفروض تبقى في حملة قومية بقى للمسح الشامل زي ما احنا عملنا كده في القرى. يعني احنا دلوقتي خلصنا 14 قرية تمام الخالية من الفيروس تماما ما شاء الله. كل قرية حضرتك تروحها مثلا قرية فيها 10,000 واحد هتلاقي فيها 70-80 واحد عارفين ان عندهم فيروس. لكن لما تفحص القرية كلها هتطلع 700 عندهم ومش عارفين. ده اللي احنا عملناه وطلعنا الناس دي وتعالجوا بالفعل. ده على المستوى القومي اتوقع ان احنا ما نبدأش فيه الا في نهاية 2017 لما نخلص الناس اللي عارفة. بعد كده هندور بقى على ناس على ناس نعالجها. فحكاية ان مصر اكتر دولة في العالم عندها فيروس سي وكده دي حاجة كنا بنعاير بيها, لا احنا هنفتخر او بنفتخر دلوقتي ان احنا اكتر دولة في العالم بتعالج مواطنيها بافضل ادوية في العالم, وفي انه مثلا في خلال سنة من النهاردة مش هيبقى في حد من اللي عنده فيروس الا وتعالج, وهنبدأ ندور على الحالات اللي مش عارفة عشان نعالجها. ده نجاح ضخم جدا جدا جدا. و الدول الأفريقية لجأت لينا للجمعية بتاعتنا لأن احنا عضو في التحالف العالمي للفيروسات الكبدية. ده في كل الجمعيات الأهلية على التجربة. على مستوى العالم الست قارات. فالأفارقة في أحد الاجتماعات طلبوا مني أنه مصر تساعد أفريقيا وننقل هذه التجربة المصرية الناجحة للدول الأفريقية, وبالفعل تأسست الجمعية الأفريقية لمنظمات رعاية مرضى الكبد, ودول 47 جمعية من 21 دولة أفريقية عملوا جمعية واحدة اسمها ألبا African Liver Patient Association, الجمعية الأفريقية لمرضى الكبد, والمقر الدائم القاهرة ما شاء الله. فبإذن الله بارقة أمل وقصة نجاح توفرت فيها أولا العلم, اختيار الكفاءات, إرادة سياسية للإنجاز, وثم إن شاء الله هذه النتيجة. ومبروك على اللي ربنا كتب لهم الشفاء, وإن شاء الله ندعو للبقية بالشفاء في كلمة بس أخيرة الشامل. بمناسبة الإرادة السياسية الرئيس قال إنه بيحلم إنه يعالج مليون واحد كل سنة لغاية الوباء ده ما ينتهي من مصر. أنا بقول للرئيس وللشعب الحلم بيتحقق فعلا الحمد. وهذا الوباء هننتصر عليه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال شيحة, بارقة أمل وسط نكت كتير صحيح أحيانا. وما تنساش الفلاحين حكومي. ومش هننسى الفلاحين بتوع بني سويف ولا بتوع طنطا ولا بتوع الفخار, كل الحاجات دي احنا, ولا المدارس إن شاء الله. يعني احنا معاكم لحد ما يعني تنعقد الإرادة السياسية على وقت كل هذه المشكلات بإذن الله. شكرا دكتور جمال شيحة, وبنشكرك وإن شاء الله يعني بدعي لك إنه ربنا يكتبها لك في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى. واشوفكم بكره ان شاء الله تصبحوا على خير.